كده يا دوب. حسينا النهارده يوم الجمعه قدام مصطفى محمود، احنا قمنا بثوره، والثوره شعرنا ان هي بتتسلم مننا. ازمات متتاليه، اسباب النظام لسه منتشرين في كل مفاصل الدوله، اداء لسه بيموتوا من ماسبيرو ولمحمد محمود لمجلس الوزراء، لسه ملك العباسيه، المجلس الاعلى للقوات المسلحه متواطئ ومتساهل مما يتهم بالتواطؤ بالاتهامات دي كلها. احنا حكومه بتصدر ازمات، كل الازمات فاشله، لا عرفت تتعامل مع السولار ولا مع البنزين ولا مع مشكله. حتى الاسعار بس امبارح ما طلعتش الحكومه اتكلمت، 9 من ولا 11 واحد من ولاد مصر ماتوا والحكومه ما اتكلمتش. يا مصري وقولها قوية، يسقط حكم العسكرية، ويلا ارحل يا مشير، يلا ارحل يا مشير، يلا ارحل يا مشير، عندنا اسماء في الانابيب خصنا رايح طلع بيبي، ويلا ارحل يا مشير، يلا ارحل يا مشير. I'm gonna go.